اللي بعديه برضو حد حبيبي برضو بحبه قوي. اه اللي بعديه ميكي. اه ميكي ده طلع عيني قبل ما شافها. جميل يعني. انت عامل يعني كلش خالص على السوشيال ميديا تقريبا. بس الحمد لله في الاخر عرفوا وصلوها له يعني، وكان برضو الكوم بتاعه جميل جدا. ده الكاركتر بتاعته في خلصانة بالشياكة. ميكي من الناس اللي يعني مش انا لوحدي يعني، ناس كتير جدا بتحبه الحمد لله. الكاركتر بتاعته فظيعه وكرييتيف جدا، ونفس الدماغ اللي هي مش معانا دي، فانا بحب الجو ده. والزور ده كمان اثر فينا كلنا بالظبط يعني. طب رد فعله كان ايه لما شافه؟ برده الحمد لله كان عاجبه جدا، ويعني كان رد فعله. بس في ناس تحس انها بتكتب الكومنتس مش اللي هو شكرا تسلم ايدك، تحس ان ايه انت بسطتني جدا وربنا يكرمك، تحس ان ايه الحاجه كده خلاص وصلت، فانا مش عايز اكتر من كده يعني. طب معلش ميكي قعد معاك قد ايه في تنفيذه؟ هو ميكي ده اتعمل على 3 مرات. اول مره انا شايف فيه نمر عربيات وفي في شغل هو يعني. هو بص، هي في مشكله في فرق في حاجه، في فرق في حاجه سمكره ودوكو. في فرق ما بين الديزاين بياخد وقت قد ايه، وهو بياخد وقت كتير بس فعليا ما بياخدش وقت. ازاي؟ ان انا ما بقعدش اعمل الديزاين كده زي اي حد طبيعي. انا الديزاين ده بيتعمل وانا سايق. تمام. يعني انت بتقعد تتخيل ايه بالظبط. لا مش حاجه فنان، بس يعني ده اللي متعود عليه يعني، خلينا على قدنا. فبتبدا تتخيل الحاجه تتعمل ايه، الماتيريال ازاي، طب الشكل ايه، طب ايه الحاجات العلامات المميزه اللي كانت في الكاركتر. زي ما قلت بالظبط كده، كانت النمر والهدوم المتقطعه وتحت عدو المرأة وحاجات زي كده، وزيت الكافور بتاعه ده. فدي كانت يعني الكاركترستكس المميزة في الكاركتر. فدي اللي حبيت أظهر. التنفيذ نفسه أول فيرجن خدت تقريبا 2 يومين، وده كان شيء إعجاز يعني. إعجاز بالنسبة لي، لأن أنا كان عندي تصوير ساعتها، وأنا كنت عايز أعمل حاجة جديدة، فضغطت جامد. بس الوش تعاد 3 مرات يعني، الوش بعد المرة دي تعاد 3 مرات يعني، عشان يقرب له، لأن الأول كان بعيد قوي بصراحة. تاني مرة أقرب شوية، بس كان كبير يعني، كبير على الجسم. وثالث مرة يعني أتمنى يكون ظبط يعني. نعم مصطفى معلش يعني، ما في حاجة مش فاهمة. أنا خايف السؤال الجاي، أنا خايف منه. لا ما تخافش، فاكر إني قلت لك كده. الوش ده بتعمله إزاي؟ يعني أنت بتقعد ترسم على يعني تقرب الشكل للشخصية، ولا بتعمل إيه؟ أصل أنا شايفة إن هي حاجة صعبة جدا. أنا عندي طريقتين، أريحك. أنا أقول لك أنا عندي طريقتين. في حاجات لازم تتعمل فروم سكراتش يعني. أوكي. لازم تنحتيها من الاول خالص، سواء بقى على عجينه سيراميك، على صلصال حراري، لازم تجيب من الاول. وفي حاجات بيبقى حظي حلو ان الكاركتر تشبه لعبه موجوده في السوق، مصارعه مثلا يعني. كان عندي سهلة. مثلا حد واحد صديقي كنت عملت له كاركتر كان فيه شبه للعبه جون سينا. انا لما اقول كده ممكن محدش جون سينا مين، مش شبهه خالص، بس يعني انا هتعرف تقرب نظري شايف ان هو عنده بعض الكاركترستكس كده اللي هقدر استخدمها، الباقي اشيله وانحته، يبقى انا كملت اللي انا عايزه. يعني انت كده بتعرف ترسم؟ صح. ده ايوه. لا انه حد يطلع الوش شبه الوش معروف اكيد، ده لازم هي اصلا ترسمه على المجسم، مش بس معنى هي بالظبط كده. بالظبط كده، دي الكلمه اللي انا كنت من زمان بقولها، ان هي هو ده الهويه مختلطه شويه. انت محتاج تكون بتعرف سنه صغيره نحت، سنه صغيره رسم، سنه صغيره ريسايكلينج، وهكذا. وفي الاخر كله بيتحط على بعضه في فيجر.